أصدقائي، كما كتشوفوا معنا واد من جديد في طنجة. هالبرش هالبرش ديال طنجة. أي هاي هاي هاي، نتمنى الإعجاب ديالكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وساعدونا باش نوصلوا 1000 مشترك. وعباد الله، وديروا لنا ابوني، وما لكم على التسكريب، وما لكم على هذا العكاز، وديروا لنا ابوني باش نوصلوا 1000 مشترك، باش نقدموا القناه للمراجعه، باش يكونوا فيها اعلانات. يلا بارطاجيو اخوتي. اذا كما كتشوفوا معنا واد طنجه، قبل قليل اوصل للواد، اللهم بارك. المساحه ديالو كبيره، هذا الواد كيجي بالفيضان طريق تطوان. وهاد الواد ديال طنجة رائع جدا، شوفوا تبارك الله، شوفوا شوفوا تبارك الله تبارك الله، القنطرة من لهي البرج، ها هو والواد كبير تبارك الله. دابا الى جا الواد بزاف راه كيوصل حتى لهنا، كيوصل حتى لهاد البلاصة، وهاد الاتجاه كله. هاد الواد صعب جدا، ولكن النيفو ديال الشتاء امطار غزيرة اللي نزلت خاص اليوم في طنجة هي هادي، هو كيمشي هاد الواد على حسب عاصفة رعدية اللي نزلت. إذا كانت عاصفة رعدية قوية بزاف كثيرة، كيجي الفيضان بزاف في هذا الواد، كيجي هذا الواد حامل. إلا شاب الله الشتاء قليلة كيجي بحال هكا. إذا غادي نحاولوا نشاركوا معكم المزيد ديال الأودية خاص في طنجة، عامة في المغرب، في الصحراء المغربية، أم أي مكان، غنحاولوا نديروا مجهودات ديالنا إن شاء الله بحول الله. اشتركوا، فعلوا الجرس باش توصلوا جميع الجديد ديال السيول خاص في المغرب، من طنجة إلى القويلة العزيزة إن شاء الله بحول الله. تحياتي، الطنجة، المغرب.